السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله. أهلا، كيف حالك؟ مساك الله بالخير أبو يوسف. هلا والله تركي، حياك الله. الفكرة فكرة وداع لفقرة ريتينج، وبإذن الله أنها تنال على رضاكم إن شاء الله. جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم احنا كمتسابقين لجنتل نودع فقرة من أهم الفقرات عندنا كمتسابقين جنتل، فقرة أضافتنا الكثير وبالذات أنا يا تركي فادتني كثير على المستوى الشخصي والمستوى الإعلامي. إذا يوم من الأيام نجحوا متسابقين جنتل في المستقبل في الإعلام، الفضل يعود لله ثم لجنة التقييم الموجودة. بصراحة ما قصروا معنا، أعطونا دافع معنوي جدا عظيم، نرفع لهم القبعة. وبإذن الله أن الشخص اللي بيفوز معنا بنهاية بيوم الحفل الختامي يقدم الهدية أو الجائزة هذه لأعضاء لجنة التقييم، لأن هذا ندلدل على تقييمهم وردودهم علينا وتوجيهاتهم لنا وأشياء كثيرة قاعدين يقدمون لنا للأمانة. وأنتم يا مشاهدين على تحت الهواء أحيانا يوم تنتهي فقرة ريتينج أبو يوسف أو الأستاذ عبد الله أو الأستاذ عبد الرحمن الخضيري اللي يجون تحت الهواء يوجهونا بكلمات جدا قيمة، كلمات لو أنها تنشر بفلوس شريناها إحنا كمتسابقين. فأقول لهم يعني في بيتين بسيطة بوجهها للفقرة هذه، وبيتين هذه أنا أحبها. وبإذن الله بإذن الله لا نقول له وداعا ولكن نقول لهم في المستقبل القريب نراكم بإذن الله. أقول لهم وداعيات تهز ضلوع صدر العاشق الولهان، وداع فيه من صدق الحزن ما لا ينسيني، فمن الله وعيون السهر في داعة الرحمن، فمن الله يا أول من سكن من بيني وبيني. ونقول في أمان الله يا ريتينج، ونشوفكم بإذن الله على خير. وأنا بسلم عليهم الحين. الله يجزاكم خير حقيقة، يعني بعيدا عن الهوى وبعيدا عن الأشياء هذه الإعلامية، حقيقة أنتم أساتذة وضفتونا أشياء كثيرة جدا، نشكركم الله يعطيكم العافية. تركي لبيك. بس سؤال، أنت قاعد توجه تقرير تلفزيوني ولا لحضور على مسرح عشان أفهم بس؟ المبدأ الأول كنت أوجه أتكلم مع العيال. أيوة. لما أقول لهم إذا أحد حقق منكم مركز. نعم. بس الفقرة ككل هل هي يعني زي التقرير التلفزيوني؟ المقصود فيها الموجودين واللي خلف الشاشة. تقرير تلفزيوني. نعم. شكرا. بيض الله وجهك يا تركي، الله يعطيك العافية. شكرا. اللي جاهز بعد تركي.